أعزائي المشاهدين، في اليومين اللي احنا بنعيشهم دول ظهر لنا كم حاجة من شبهنا كمصريين جدعان. كان أخطرها التثبيت، واللي ما يعرفش يعني تثبيت أقوله يعني خطف، واللي ما يعرفش يعني خطف أقوله أنت خنقتني على فكرة. وكعادتنا ما بنسيبش حاجة إلا ما نتريق عليها، فقررت أخطف صحابي. تحذير، محدش يحاول يقلد اللي هيشوفه. أنا بحب صحابي، أنا بحب صحابي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل سنة طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة. كان عندي إصرار رهيب يا جماعة إن أنا أكرر ضيف من السنة اللي فاتت السنة دي برضه، لأن الخضة بتاعته السنة اللي فاتت ما كيفتناش. قررنا إن إحنا نطلع منه الخضة على أصولها. ضيفنا النهاردة يا جماعة صاحب أشهر خدود في السينما المصرية، لما بيشوفوا طفل ماشي في الشارع بيتعلق في خدوده. الضيف بتاع النهاردة يا جماعة قلبه قلب بيبي، وشه بيبي فيس. اكتشفت إن اسمه ما بيتقفلش بحرف الدال، يعني هو ما اسموش إدوارد، اسمه ادوار. ولو انتوا ناسيين الفيس اوريه لكم. ده ادوار ده يا جماعه، شاب في ريعان الشباب، هيشوف سواد النهارده. ده الهدف بتاعنا. كده لمونه، كده ابونا، كده لمونه. قول لي انا رمز ولا انا مش رمز كده؟ محدش يتحرك في الاوتوبيس. لسه شاب؟ محدش يتحرك في الاوتوبيس. اوعى تقول انا رمز كده. مش عارف ولا نفس، مش عارف ولا نفس. اهو بس لقيت فكره حلوه، وعارف لما بقفل سناني الصوت بيعرف. مش عارف ولا نفس. طب اعمل ايه؟ اموت نفسي يعني ولا اصرخ زوري؟ بدينا الحلقه الساعه 6 الصبح. شو مزاجك؟ شغال اخ ادوارد، شغال في 56 فيلم، 17 مسلسل، 13 برنامج. كمان قدر دلوقتي قاعد في الاتوبيس وعايش حياته مع شانيل. شانيل دي فتاة من مالطا، هي مش من مالطا، من مالطا، من حواري مالطا، يعني تحس انها بتصور مجرى عيون بتاع مالطا، يعني حاجة كده. فكمان دلوقتي قاعد بقى وعامل فيها ادوارد واللذيذ والشيك والناس تافهك ورقم موبايلك والنظافة، ومراته طبعا هتبهدل. See, swim. Put this. You can snorkeling. Put something here and the water. See the fish. Small fish. Fish. Underwater. You can see it with the snorkeling. والله ما تعرف الا منتظرك يا ادوارد دلوقتي. ايوه داخلين علينا يلا ليتس موف. ايه ده؟ اوه 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 او
لهملي انا معايا موبايلك فين معايا موبايلك معايا الموبايل حاضر معايا الموبايل عمر اهو اهو عمر اهو بلحو اهو اهو معايا شحنه ثانيه والله ما تقدر عايز اشوف طلب البوليس عايز اشوف عيني طلب البوليس ارجوكم لا 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 لا
من على عيني. مش هشيل حاجة، مش هشيل حاجة خلاص. انت حصل لك حاجة؟ حصل لك حاجة؟ انا اسف، انا اسف. ابوس ايدك كفاية، ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك كفاية كفاية. هو ما فيش ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ خلاص خلاص، هو اللي بيعدوا فيه ما فيش حد شايفنا. لف يمين، لف يمين. حاضر لف يمين. حاضر يمين. امال انا بلف فين؟ ابوس ايدك. الله عليك، الله عليك. مين؟ ما فيش حاجة. الله عليك، ما فيش حاجة عليا. شيلني. حاضر. بص قدامك. حاضر. ابوس ايدك. الله عليك، الله عليك. مين؟ مفيش حاجة. الله عليك، مفيش حاجة عليا. شيلني. حاضر. بص قدامك. حاضر. يا حبوس في البصل، حبوس في البصل. عايز ميه يا جماعة؟ سقفة جامدة لإدوارد يا جدعان. لحظة واحدة، فين فين؟ We need real answer in front of the cam. Yeah. What did he tell you in the past? Did he take your phone number? No. He was being really nice. He didn't think I could speak English, and he was trying to help me be a tourist. Because, sorry. Because I know his wife. Yeah, it's okay. No, he was very good. Very Are you serious? Good. Yeah. Is he faithful guy? Yes, very faithful. Are you serious? Yeah, he was trying to help me be a tourist. شعورك كان ايه يا ادوارد النهارده وانت راكب الاتوبيس؟ ناخدها ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. في الاول لما كلموك في التليفون قالوا لك على الاخ استاذنا الكبير مارلون براندو السينما المصريه. لما عرفت ان عزت ابو عوف، طبعا الدكتور عزت ابو عوف حبيبي و... عادي عزت، عادي ما عنديش مشاكل. وبحبه جدا يعني، وعملت معاه برنامج قبل كده. ايوه صح. وكان برنامج لطيف، فقلت في الغردقه اكيد بقى، فكنت ثقه بقى ان مفيش يعني هتبقى حاجه كده جميله كده وفي الحته هدوء. لك هو ادوارد يحب طيارته والاوتيل بتاعه ودلع. وبعدين اول ما شفت البازوكا وهي بتضرب، انا جالي هلع. بازوكا طبعا شيء صعب، وهي عماله تصوت في وداني. اوكي. وانا هي قفشه في ادوارد طبعا طول الوقت. ها وانا مش دريان، انا في اللي مات قدامي. بس عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه. الواد عبده الاسيستنت المساعد بتاع ادوارد حاجه يعني، مش انا اللي هتكلم عنه. ورز اندرو بص، تيل اس اباوت عبدو. يس بليز. فيرستلي انا اسف، ام سوري. عبدو از ذا بريفست مان اي ايفر مت. اوكي. وي اون ذا باس. Obviously, he didn't know what was happening. He had a gun in his face. He was okay. They put the mask on him. He started fighting. Okay. And he, with a gun, he wasn't scared. He fights the gun off. Another gun, two guns, yeah? And he's sitting. He fights two people with two guns, three guns. He didn't care. When they took you off the bus, he went crazy. When he stopped. I actually said to them, we got to tell him, if you didn't come back and show him your face, he, but even after you showed him, he still didn't stop. I said, look, عشان سكيت رحت معرين وشي. قلت له حد ضيع لي العلقه. No, he's crazy, but he's brave man. Okay, انا بس عايز اعرفكم اندرو ده our disaster guys. He's very good. Guy, he's a stunt man and he did all the planes for the explosions and the guns and everything. And he can do an action movies. Yeah, okay. That was really good. But you're do you like Edward? He's got such a good heart, man. Okay. He's a real person here, and I love it. You man. Like his episode? Yeah, but I'm very sorry that I thought he was gonna have a heart attack. I'm sorry. Thank you. Good one, guys. We love you, Edward. Thank you, my man. Okay.
عايز اقول لك ان احنا ما شاء الله احنا بننطلق ناحيه العالميه، الانتاج تطور في مصر. مش عادنا تخيل انت لما تشتغل مع واحد بيتكلم انجليزي جنبك وبعدين فجاه تروح لافف شمال تلاقي عادل عبد الله مش عارف ينطق جمله. ما هي بتبتدي كده، تلاقي حد جنبك بيتكلم انجليزي، اوكي، واحد شمالك بيتكلم فرنساوي، اوكي، واحده واحده تقدر نطلع بره. طب دلوقتي هقول لك على كام اسم كده تقول لي رامز ما تجيبش دور في الحلقات. عمك حسن حسني انا خايف عليه جدا بصراحه، ده ممكن يجي له سكته قلبيه والله. ربنا يحميه وربنا يديله الصحه. طب عم صلاح عبد الله ده زمانها جات له اساسا. نطلع الزين حبيبي، انت اللي لا لا عارف لا 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 يا رامز، لا يا رامز ولادك، لا يا رامز كفايه اللي انا شفته. لا 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 يا رامز مش عارف، لا 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 تعرف والله العظيم وحياه امك بقى. لا 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 وحياه ولادك، مش عايز اطلع انا حلفتك بولادك وحياه ولادك. لو كنت لو بتحبني والله لا تقول لك على حاجه، بص لك والله العظيم مترين بس. لا 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 والمصحف وحياه ولادي ما طالع. لا 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 يا رامز يا ابن الذين، يا رامز لا 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 بلاش بلاش. لا يا رامز يا رامز بقى هتطلع يا ادوار يا رامز. لا عشان خاطر انت عارف ده والله عادي، والله عادي فوبيا بالله ارحم مالك كده. ميرسي على الحلقه الجامده جدا. كنت زمان بسطت النين رامز.